هل يجب على المرأة أن تلبس شراب بأرجلها إذا أرادت الحج أو العمرة؟ لا يلزم هذا، لكن تستر قدميها بثوب طويل يكون ضافيا على القدمين. وقولنا إن ذلك لا يجب عليها لا يعني أنه يحكم عليها أن تلبس القفين، بل لها أن تلبس القفين دون لبس القفازين وهما شراب اليدين، فإنه لا يجوز للمحرمة أن تلبسهما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المحرمة أن تلبس القفازين. فإن قال قائل كيف تستر كفيها إذا أحرمت؟ نقول تستر كفيها بعباءتها أو بخمار واسع طويل أو بثوب له أكمام طويلة، المهم أنه يمكنها أن تستر كفين دون أن تلبس قفازين.